سلام أنا استعلن ودي أديس بيزنس بيت سبوتش إنخوان ودي يوتيوب چانل أتشو بسلام متأتشو إنده تلمدو كلو لزارين أديس مرجع إزان الأتشو متنال بزاريو مرجع أتشن بسن دي مكنيت منغست الناس وادروش مسمامة تالما چالة چوننا يو جاگرات كن زبوتش من الزاري ببانك بيتو چيو عجيك مهنون بتملكتا زرزر مرجع أتشن إزان الأتشو متنال أبراتشون كاك أوي أتشو مرجع أتشن بزرزر ناكر بلاتشو ألن لا يوتيوب قناهلا تشين أديس كهونا تشو دعمو كبزنس كار بتي يازو كدرج لا سلام من سرا بيت سبند تونو بزيو عقد أني بيت تنانت أيك ألان زرزر مرة جاور لينجراتشو أبراتشون كيو إثيوبيا بزيامة لو تشجع بيعلى معك أبكا كرتشو سندي كل لوش معك ربي متبك باتشو كوتا تلاقي توال بزي مسرات هي أورونيا كلل سوس نتبع عند مليون كنتالن ديكر يتبك بتال كللوم يهني تتقلب بتم كوتا لما موالات سندي عبك عيلي هون زونوش كوتا كفافلوال زونوش دقمو لأي ورداوش يمي درسات شون كوتا بما كفافل كللو يتتقلب بتم دوشان دي سبسبو لما درق سين كساك قسم بتوال لأي ورداو يسندي ماساكا اللاتشو عرسوات دروشكار كايك اربوراتو دي تدقاقاني سبسلاوش مدرقات شون وازي مار رقاك تقلج يه عرسي زون كهاي عبلا يميهمو يوردا قبرناس الفتبيت على فيوتشنا يه عرسوات در توكيوتشن بأك أربو بأسال لا كتماسب سبون دن برطة سمتوال يهي ورداوچو يقبرنا مراروچنا يارسوات در توكيوش دقمو بأيك أبليو كارسوات دروش كار مكروال يلانيو بسن دي مرتين متابوك أو يبالي زون دقمو يمرت سب سبا وقتو كارسي زون سلميزاقين يمكك كر سب سبا بأهون وقت يتكايدنو بأتدرقوت سب سباوش لاين دفن سباركو أرسوات دروچو سن ديون لمنقس ماقربلاي كري تاباين وراتشون ليان داندو كنتال سن دي تكمت أواغا لايقن تدقاقامي كريتان ياك الربو مهمون تاقن زبانال وازي ماان دسان ماتشو كونه يان داندو أرسوات در لنقاديو چاندون كنتال سن دي سوستشيو لطمتو برنشيو تنوي توسن بارچو نقاديو تاقمو ليونيانوش يهننو عند كنتال سن دي بسوستشي سوستمتو سلاسا برن دي اقربونو منقست واغا يتمنو لوچ قبيام يماك ربو هيدتنا يواغا تمنا كزي هيدت بوالا ينينتانو ونو مارسوات دروچو لاندو كنتال سندي تكمت اواغا يميا كسرنو بمالتنو كريتاچون ما سماتاچون عرسوات دروچو يتناگروت سماتچون دايت اكاسي فلگو عند يارسي زون هيتو ساورد عرسوات درند اگلزوت اسكا قربك زي درس عند كنتال سندي باراتشيان نسمتو برنبر لانقادي مناس ركبو ميا سندين شطن كقبيام نگزاچو ليلوچ قاوچ واغاچو ودنو عند كنتال لاي عند شو لثمة برك أن ساتشو أقربون مبالاتشن بفصوم تقبي عيد اللم بلوال ليلان يو يارسي زونت إيو وردا أرسوات درنديو لوازي ماسي أسردو بولة تشي أسراسوس تولة تشي أسرارات تامت أمرت ليه مرتزم اللاي لأند كنتال ما دابري عند شام اسمة برن برن كفلو لولة تشي أسرارات تولة تشي أسرامس تامت أمرت هي مرتزم انجل عند كنتال ما دابري عمستشي برني قزاود تاديا لأند كنتال ما دابري طعامتوس تجأماري سوس تشام اسمة برك فيه عندیم لیلو چنورو و چرچی یالوبن عندون کنتال سندی کاراتشیم اسمت رو بر راورجی مشت عوض انجیم بلال به تفت روی واقع وزگب سبیم به زونو سندین دل بازو رو مشت شکریون اندم تای نگار کرنا چوار سوار دروش تن اگرال سندین به چنات مکینای زوی مینک سرکس کلم سندین لمنگستنجی لگمیام مشت عید چالم دمیل یه تور سندونم تن اگرال برکتی علم ارتیالات چوار سوار دروش بیت سبوچ به بیت سب کوتاه سطون منگست با کربو واقع ل منگست هکرمن کاریم به جبی واقع نه نگادی نکرپ بیلوم آن است نیامرتی نیامرتو تا سواد در بیت سمشتگمو به بیت سب کوتا بیست یال نن مرت به مولو بر کاش واقع نمیشه تسلم من جدد عایا بود آن من دالو که تدر رجوس سب سوای ترتنال بر کات هر سواد دروش مرتاد چول میازی مرت اسیون بازی سابیا یکی وردان نک اولیز ات تا کلات یه بیت ل بیت فت شاد درگن یه تدر بکسندین ناوت آل نیالو ماسه سبیان دست تو آرگاک تنال بگه بیچه گرم کنیت یال لاتشون مرت منگست با کربو یعنی کنتال سندی واقع سوستشی ولت متوبر یا کربو عرسوات دروش بینورم یه زیمچ ارشاوت تکامیون دگن نگاریو چونال بلوال منچو چاچن اندان دن نگاریو چ با کنتال سوستشی ولت متوبر یه ترکبوت سندی یه توسنون ل منگست یونینو چا کربو کاریون کفتشات آبی اسرات منوشکار به من نساتر اندون کنتال سندی و دکتمو چامت تو ل دوکت بیتوچ با مستشی وریشات اونو لوچ نگدیک اربال به توالو یه سندی واقع مکنیت کفت نیای جبیام زباتی یه تفت رنو به عدی سبب وای اند کیلو یه دابو رو کیت واقع کس انساس کس بعد در درسوال به هاگری تو به درک به تورنت نگد شد مکنیت اسرارت میلیون هز باشه کوی مگبر داده فلگینو بازی بود دایلای یارم یا کلیل جبر نبی رو حالا فیوچن وازی مال من نگری در رجوترت عال تساکم آن دگمو و دلیل آن یوم رجاتن نلف
በዛሬው ዕለት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1 ዶላር 53 ብር ከ43 ሳንቲም ሲገዛ ውሏል። ባንኩ 1 ዶላር 54 ብር ከ50 ሳንቲም መሸጡን ከባንኩ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ካለፉት ሳምንታት ዶላር በባንክ ጥቂት ጭማሪ አሳይቷል። ባንኩ ፓውንድ ስተርሊንግንም ሲገዛና ሲሸጥ ውሏል። በዚህም አንዱን የእንግሊዝ ፓውንድ 63 ብር ገዝቷል። ባንኩ አንዱን የእንግሊዝ ፓውንድ የሚሸጠው ደግሞ 64 ብር ከ32 ሳንቲም ነው። ባለፉት ጥቂት ቀናት ፓውንድን ጭማሪ ማሳየቱን ለማወቅ ችለናል። በዛሬው ዕለት ንግድ ባንክ አንዱን ዩሮ 57 ብር ከ92 ሳንቲም ሲገዛ ውሏል። አንዱን ዩሮ የሸጠበት ዋጋ ደግሞ 59 ብር መሆኑን ከባንኩ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በዩሮ በዶላርና በፓውንድ መግዣና መሸጫ መካከል ከአንድ ብር በላይ ልዩነት አለ። ባንኩ የካናዳ ዶላርንም ሲገዛና ሲሸጥ ውሏል። የካናዳ ዶላር ደግሞ 36 ብር ገደማ ሲሸጥና ሲገዛ ውሏል። ባንኩ አንዱን የካናዳ ዶላር 35 ብር ከ90 ሳንቲም ሲገዛ ውሏል። አንዱን የካናዳ ዶላር የሸጠበት ዕለታዊ ዋጋ ደግሞ 36 ብር ከ62 ሳንቲም ነው። የካናዳ ዶላር በተቃራኒው ካለፉት ጥቂት ቀናት አንጻር አነስተኛ ቅናሽ አሳይቷል። ባለፉት ሳምንታት ብዙም ለውጥ ያላሳየው የሳውዲ ሪያል ነው። ንግድ ባንክ አንዱን የሳውዲ ሪያል 12 ብር ከ87 ሳንቲም ገዝቷል። አንዱን የሳውዲ ሪያል የሸጠበት ዋጋ ደግሞ 13 ብር ከ12 ሳንቲም መሆኑን ለማወቅ ችለናል። የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ድርሃምንም ባንኩ ሲገበያይ ውሏል። በዚህም አንዱን የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ድርሃም 13 ብር ከ16 ሳንቲም ሲገዛ ውሏል። አንዱን የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ድርሃም 13 ብር ከ42 ሳንቲም ሲሸጥ መዋሉን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ባንኩ የአውስትራሊያ ዶላር 33 ብር ከ52 ሳንቲም ገዝቷል። ባንኩ የአውስትራሊያ ዶላርን 34 ብር ከ19 ሳንቲም በዛሬው ዕለት ሸጧል። ባንኩ በከፍተኛ ዋጋ ሲገዛና ሲሸጥ የዋለው የኩዌት ዲናርን ነው። ባንኩ አንዱን የኩዌት ዲናር 167 ብር ሲገዛ ውሏል። በሌላ በኩል አንዱን የኩዌት ዲናር 170 ብር ከ35 ሳንቲም ሸጧል። የኩዌት ዲናር ካለፉት ቀናት አንጻር አነስተኛ የሚባል ቅናሽ አሳይቷል። ከዚህ በተጨማሪም በኩዌት መግዣና መሸጫ መካከል ያለው ልዩነት ከ3 ብር በላይ ደርሷል። ቀጥለን ደግሞ የውጭ ሀገራት ገንዘቦች በጥቁር ገበያው ያላቸውን የምንዛሬ መጠን እንመለከታለን። የውጭ ምንዛሪ አሁን ያለበትን ሁኔታ ዛሬም በተለያዩ ቦታዎች ተዘዋውረን ቃኝተናል። ከቀናት በፊት በኢትዮጵያ ሆቴልና ሌሎች የጥቁር ገበያ ምንዛሬ ግብይት በሚፈጸምባቸው አካባቢዎች ተዘዋውረን እንደተመለከትነው አንድ የአሜሪካ ዶላር እስከ 96 ብር ይመነዘር ነበር። ዛሬም በመርካቶ ኢትዮጵያ ሆቴል ጀርባና ጋንዲ ሆስፒታል አካባቢ ባደረግነው ጉብኝት አንድ የአሜሪካ ዶላር እስከ 97 ብር ሲመነዘር ተመልክተናል። በዚህም ምንዛሬው ካለፉት ጥቂት ቀናት አንጻር የአንድ ብር ጭማሪ ማሳየቱን ለመታዘብ ችለናል። በእነዚህ ቦታዎች 1 ዶላር ዛሬም በ97 ብር ሲመነዘር እንደዋለ ለማወቅ ችለናል። የዶላር ምንዛሬው ካለፉት ቀናት አንጻር የአንድ ብር ጭማሪ አሳይቷል። ከሳምንት ለሚበልጥ ጊዜ 1 ዶላር በ96 ብር እየተመነዘረ ነበር። ዛሬ ባንኮች 1 ዶላር በ53 ብር በመመንዘር ላይ ይገኛሉ። በዚህም በጥቁር ገበያውና በባንኮች መካከል ያለው ልዩነት 44 ብር ደርሷል። 1 ዩሮ በጥቁር ገበያው 91 ብር አካባቢ በመመንዘር ላይ ይገኛል። በባንኮች የዩሮ ምንዛሬ አነስተኛ የሚባል ጭማሪ እያሳየ ይገኛል። በጥቁር ገበያው ግን ዩሮ ለውጥ አልታየበትም። አንድ የእንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ በጥቁር ገበያው 100 ብር ገደማ እየተመነዘረ ይገኛል። ባንኮች ደግሞ አንዱን ፓውንድ 61 ብር አካባቢ በመመንዘር ላይ ይገኛሉ። የዱባይ ድርሃምም ምንም ለውጥ ሳይኖረው በጥቁር ገበያው በ26 ብር እየተመነዘረ ነው። ባንኮች ደግሞ አንዱን ድርሃም በ13 ብር ይመነዝራሉ። ባንኮች በተመሳሳይ አንዱን የሳውዲ ሪያል በ13 ብር እየመነዘሩ ውለዋል። ከሀገር ውስጥ በተጨማሪ በውጭ ሀገራት ያሉ ህገወጥ የሐዋላ ምንዛሪዎች በዛሬው ዕለት እየመነዘሩ ያለበትን ዋጋ ለመመልከት ከተለያዩ አካባቢዎች መረጃዎችን ሰብስበናል። ናይሮቢ ላይ 1 ዶላር በ97 ብር ከ50 ሳንቲም ገደማ እየተመነዘረ ወደ ኢትዮጵያ ይላካል። ባለፉት ጥቂት ቀናት ናይሮቢ ላይ 1 ዶላር በተመሳሳይ በ97 ብር ከ50 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር። በዚህም ዛሬ ምንም ለውጥ አለመኖሩን ለማወቅ ችለናል። ደቡብ አፍሪካ ላይም በተመሳሳይ 1 ዶላር 97 ብር እየተመነዘረ ወደ ኢትዮጵያ ይላካል። ዱባይ ላይ 1 ድርሃም እስከ 25 ብር ገደማ መመንዘሩን ከምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል። አሜሪካ ላይ ደግሞ 1 ዶላር 99 ብር ገደማ ሲመነዘር መዋሉን መረጃው ደርሶናል። ውድ የአዲስ ቢዝነስ ቤተሰቦች፣ በዛሬው መረጃችን በስንዴ ምክንያት መንግስትና አርሶ አደሮች መስማማት አለመቻላቸውንና የውጭ ሀገራት ገንዘቦች ምንዛሪ በባንክ ቤቶች እየዋዠቀ መሆኑን በተመለከተ ዝርዝር መረጃዎችን ወደ እናንተ አደርሰናል። እነዚህንና መሰል ቢዝነስ ነክ መረጃዎችን ለማግኘት አዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ። የቀና ቀን ይሁንልን።